قال حلف شمال الأطلسي ناتو إن خطوط الإمدادات إلى شرق أوكرانيا مفتوحة على مصراعيها رغم وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصاليين، وذلك في وقت اعتبرت فيه روسيا تسليم أي أسلحة من دول حلف ناتو إلى كييف تحريضا على ارتكاب جرائم في شرق أوكرانيا. وأوضح القائد العام لقوات الناتو الجنرال فيليب ريدلاف إن ميناء ماريوبول وقع تحت تهديد المتمردين الذين احتشدوا على أطراف المدينة. أعتقد أن خطوط الدعم لدونتسك ولوغانسك مفتوحة على مصراعيها الآن، وأعتقد أنه خلال وقف إطلاق النار تعمل هذه الخطوط بكامل طاقتها، ونرى الآن بعض القوات الروسية التي تشكل ضغطا كبيرا على ماريوبول، وهي إما أن تكون لإظهار القوة يقول إقبال بشروطنا في هذه المفاوضات، أو أنها قوة مناسبة تماما للسيطرة على هذا الميناء. واندلع قتال مجددا في دونتسك معقل المتمردين يوم الاثنين في وقت يستعد فيه الرئيس بيترو بوروشينكو للكشف عن خطة محفوفة بالمخاطر تقضي بمنح المناطق الشرقية وضعا خاصا في محاولة لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص. وجاء تجدد القتال بعد يوم من مقتل 6 أشخاص جراء قصف بالمدينة مما زاد من هشاشة وقف إطلاق النار. من جانبه قال فريق مراقبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنه تعرض للقصف مرتين في دونتسك يوم الأحد رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي خفف بعض الشيء من حدة الأوضاع. وقالت المنظمة إن اليومين الماضيين شهد أعلى معدل انتهاكات اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار والذي بدأ سريانه في 5 سبتمبر الجاري. رحاب علاء، رويترز.